طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وبمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة أهنئ كافة الجزائريين يناير أمجاز. أما عن أحوال الطقس، دائما تواصل للاضطراب الجوي خلال هذه الأمسية على الجهة الشرقية مع أمطار على السواحل، ثلوج أيضا على القمم الجبلية التي يزيد علوها 1000 متر، لكن التحسن خلال الليل في بداية الأمر على المناطق الوسطى ليليها يوم الغد بحول الله على الجهة الشرقية. فعليه مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب يوم الغد خلال الصباح الباكر، ضباب كثيف على السواحل، صقيع أيضا على المرتفعات والهضاب، لكن سيزول تدريجيا فسيحا لأجواء مشمسة. بقايا الاضطراب الجوي على الجهة الشرقية مع بعض الأمطار، لكن ستزول خلال أواخر النهار. رياح قوية ستشتد على الجهة الساحلية تصل 50 كم/ساعة، بينما أجواء صحوة على المناطق الجنوبية، عادة سحب عابرة بدون فعالية على أقصى الجنوب. درجات الحرارة خلال الليل الصباح الباكر إن شاء الله درجة حرارة منخفضة 7 درجات، وهذا كأدنى مقياس وتحت الصفر على المشرين عامة والبيض. 3 درجات هنا بالعاصمة، تقريبا نفس المقياس على الصحراء الوسطى، مرتفعات الهجار والتاسي اللي ترتفع لغاية 11 درجة على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد دائما جو بارد على المرتفعات والهضاب، 9 درجات فقط، وهذا كذا المقياس على سطيف وباتنا وحتى على المشرين عامة والبيض. 15 درجة هنا بالعاصمة، تقريبا نفس المقياس على بسكرة، حسي مسعود وبشار. 17 درجة على الصحراء الوسطى لترتفع إلى غاية 27 درجة، وهذا كان المقياس على كل من برج المحتار وحتى على عين قزام. البحر خلال يوم الغد بحول الله يبقى قليل اضطراب على الجهة الغربية، بينما من مستغانم إلى غاية دلس هنا بحر مطر محليا، أما من دلس إلى غاية أقصى المناطق الشرقية بحر هائج والرياح ستشتد تصل 60 كم/ساعة. البقية تقول تحسن في حالة الطقس خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بحول الله، لكن الضباب سيتشكل على المناطق الساحلية وحتى على المرتفعات، بينما ستصبح الأجواء مغشات خلال يوم الأربعاء إن شاء الله على كل المناطق الشمالية وحتى على الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. مع درجة الحرارة خلال هذه الفترة تبقى في استقرار، سترتفع نوعا ما وخاصة على المناطق الساحلية، وتبقى فصل على المناطق الجنوبية. أما عن وقت غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة والضواحي سيكون في حدود 5:52. شكرا على المتابعة، يناير أمجاز، والسلام عليكم.